كان اسم الكنترولر كان اسمه student slash index، جاب لي كل حاجه دي صح؟ لحد كده وعملنا ستوب صح؟ طيب ايه اللي خدناه في الام في سي؟ خدنا انتروداكشن على الام في سي، وان الام في سي يتكون من ثلاث حروف ام وفي وسي. خدنا جوله على الكنترولر، قلنا الكنترولر ده هو عباره عن كلاس بيورث من كنترولر، بقى موجود جواه بقى انهرت كل الفانكشنز اللي موجوده في الكنترولر. ورحنا للكنترولر ده اللي جناه اصلا بينهرت من بيس كنترولر، يعني اصلا الكنترولر اللي انت بتعمله بيورث من كلاس، الكلاس ده بيورث من كلاس، فانت ورثت كل مين؟ الفانكشن. طيب تقدر تعمل اوفر رايد لبعض الفانكشن اللي عنده، يعني مثلا هنلاقي قدام اصلا بينادي جوه الاستودنت ده على فانكشن ونعمل لها اوفر رايد. يعني مثلا الاستودنت ده ممكن انادي على فانكشن غير الاكشن، هتلاقي هنا كده كنت خدت اوفر رايد صح؟ انت اول ما تكتب كده اوفر رايد وتعمل كده مسافه، بتلاقي ايه؟ كل الفانكشن اللي في الاب بتاع ده اللي ممكن تعمل لها مين؟ فانت هتلاقي اوفر رايد للكلاسات دي كلها. بص كام فانكشن اوفر رايد دي كل اصلا ايه؟ عامل لك اوفر رايد انت ممكن ايه؟ تورثه. وفي حاجات هو مش عامل لك اوفر رايد انت بتستخدمها بس، فتلاقي انت اصلا اوفر رايد اهو، اوفر رايد اوفر رايد. يعني مثلا من ضمن الاوفر رايد ديسبوز، يعني ده تعال بص الديسبوز هو كاتبه هناك في الكونسول ابلكيشن اللي كان بيسال، الكونسول ابلكيشن انا كنت امبلمنت الديسبوز، لكن دلوقتي بعدل على اللي هو عامله. يعني هو عامل هناك ايه؟ جاربج كولكتور ومظبط حاله ومظبط الدنيا خلاص. فهناك انا كنت بعمل ايه؟ امبلمنت للحاجه بتاعتي، لكن المره دي ممكن اعمل ايه؟ اوفر رايد على اللي هو كاتبه. يبقى انا قلت لك اصلا في الام في سي انت مش محتاج ايه؟ مش هتحتاج ان انت تقول تيجي على الكنترولر وتقول له انت بتمبلمنت الاي ديسبوز وتعمل الفانكشن، انت مش محتاج اصلا، لان هو اصلا عنده فانكشن اسمها مين؟ ديسبوز. مين اللي عمل الفانكشن ديسبوز؟ هو مش هيقول لك بقى بص يا باشا روح انت اعمل ديسبوز، هو خلاص ما الكنترولر هو عامل لك ايه؟ فانكشن ديسبوز. انت عايز تزود بقى، يعني مثلا ايه؟ انت عايز بعد ما يتخلص كلام على الاوبجكت تعمل حاجه معينه، يعني تعمل ايه؟ تروح تسجل في الـ في الـ في اللوج بتاعك حاجه، تكتبها في مين؟ ديسبوز. عايز تعمل اي حاجه معينه تيجي اوفر رايد مين؟ ديسبوز. وهتلاقي هنا حاجه اسمها اندكسكيوت، اندكسكيوت اكشن وبيجين اكسكيوت اكشن، يعني قبل ما اخش الاكشن احنا اتكلمنا ان دي فانكشن وهنا ممكن نطلق عليها ميثود، ممكن نطلق عليها اكشن. قال لك في فانكشن قبل ما تخش الاكشن، وفانكشن بعد ما تطلع من الاكشن، وفي فانكشن وانت في الاكشن، يعني انت اصلا وانت بتعمل اكشن انت عايز تعمل حاجه معينه، يعني في نفس التوقيت اللي هو ثريد بقى عايز اتنين يتنفذوا مع بعض في الاكسكيوت في البيجن في كذا. فهتلاقينا اصلا هنتكلم على الحاجات دي قدام، بس انا كنت بتكلم على حته الاوفر رايد عشان نفهم ان اصلا الديسبوز مكتوب فين؟ عنده هو اصلا. لكن الكلاس بتاعنا اللي هو كان العادي اللي هو اسمه تيست ده ما بيرس من حاجه، فهو عنده ديسبوز هيشوفها منين اصلا؟ مش هيشوفها من حته، فانا لازم انا اروح اعمل له ايه؟ امبلمنت الانترفيس من ديسبوز. عارف لو التيست اللي هناك ده كان بيورس من كنترولر كان يبقى عنده فانكشن اسمها مين؟ ديسبوز. اتفضل يا محمد. ده لسه هنتكلم عنه هنا، مالكش دعوه بيه خالص، يعني سيبه خالص في الراوت ده، لما نيجي عنده خالص سيبك خالص منه، ده اللي بيلخبط الناس كلها اصلا، فانت بخليه في الاخر اصلا. طيب تعالى من هنا مين؟ ها؟ لسه ما اتنقلش. طيب ابعت لكم الفرونت اند اهو، الفرونت اند سينيور جروب 30 30 6، كوبي كان موجود هنا فين يا اسلام؟ هنا 29 3 كيتش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم اتفضل. طيب كل اللي قدامي ده عمل الانسيرت صح؟ طيب نبدا من اول الانسيرت هنا، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل فيو تبعت للكنترولر. احنا المره اللي فاتت خدنا ايه؟ ان احنا خدنا انتروداكشن ان في سي، وخدنا الان في سي فيو وموديل وايه؟ كنترولر، وقلنا الفيو ده الشكل بتاعنا، والكنترولر ده البروسيس بتاعنا، والموديل ده الانتيتي فريم ورك بتاعتنا. حد كده في مشاكل؟ طيب بدانا ان احنا نقول نخلي كل اتنين يكلموا بعض. اول حد اتكلم مع حد هو كان مين؟ الكنترولر، بيبعت داتا لمين؟ الفيو. كان يبعت الداتا يا اما باستخدام حاجه اسمها فيو داتا، يا اما فيو باك، يا اما موديل، يا اما حاجه رابعه اسمها تيمب داتا، هنتكلم عنها النهارده، بس خليك ان انت عارف ان في حاجه اسمها مين؟ تيمب داتا، وفي حاجات ثانيه بس خلينا في دول، فيو باك، فيو داتا، ومين؟ وموديل. الموديل ده هو اوبجكت من
كلاس او لسته من كلاس، سواء الكلاس ده من انتيتي فريم ورك او كلاس عندك في السي شارب. بعد كده بشكل طيب رحت قلت له انا بقى عايز العمليه العكس، انا عايز اخلي الفيو هو اللي يبعت الداتا لمين؟ للكنترولر. وده هتحتاجه ليه؟ طب ما انا مش محتاجه. لا انا احتاجه ليه؟ انا عايز اليوزر يكتب كلام في فورمه، يعني يكتب بايديه ويروح يسيف في داتا بيز. هو اليوزر بيشوف ايه؟ الكنترولر ولا بيشوف الفيو؟ يبقى انت عايز تخلي الداتا بتاعتك تنتقل من الفيو للكنترولر. الكنترولر بقى هو اللي يعمل بقى، ممكن ما يحفظش في داتا بيز، ممكن انت بس ايه بتاخد في الكنترولر حاجه بيعمل لها بروسيس وبعد كده يرجعها تاني. يبقى انا دلوقتي ان انا بودي من الفيو للكنترولر، ممكن الكنترولر يستلم منك ويودي للموديل، وممكن ما يوديش لمين؟ للموديل. زي ما احنا خدنا اصلا ان الكنترولر ده ممكن يبعت فيو باك كده، فيو باك دوت اكس. هل اكس ده كده جاي من موديل؟ ده الكنترولر بيبعت للفيو داتا معينه. يبقى هنا الكنترولر ممكن يجيب من الموديل ويبعت للفيو، او الكنترولر ممكن يبعت داتا من عنده ويوديها لمين؟ احنا بقى عايزين نعمل العكس، ان الفيو يعمل ايه؟ يبعت للكنترولر. كده كده الكنترولر اللي في النص، الكنترولر ده ممكن يبعتها للموديل وممكن يسكت على كده ان هو يعمل عليها شات بروسيس. احنا نبعت بس وبعد كده نروح نودي للموديل. اتفضل. ما ينفعش اطلاقا، مفيش، علشان هناك في الموديل الفيو ده ما يتكلمش مع داتابيس اطلاقا، حتى سميناه بروسيس. بروسيس مين اللي بيبروسيس؟ بس ينفع تعمل يوزنج نيم سبيس عشان تعرف فاريبل، لكن ان انت تقول له انسرت وسيف والكلام ده كله غلط في الفيو. تعال نروح للفيو، هنعمل فيو بسيطه خالص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فيو بسيطه اهي اسمها اندكس 2، والاندكس 2 دي ما بتعملش اي حاجه، هي بس كل اللي بتعمله ان هي بترجع صفحه. كليك يمين، طبعا هو محترض عشان لازم اقول له ريتيرن مين؟ الفيو. لو انت عملت كده ريتيرن فيو من غير ما تدي اي حاجه، هو هيعمل ايه؟ هيدور على فانكشن جاهزه، يدور على صفحه جاهزه اسمها اندكس في الفولدر اسمه مين؟ ستودنت. رحت قلت له كليك يمين اد. طبعا لو انت قلت له جو تو فيو هيقول لي مفيش. ايه؟ انا عايز اكليك يمين اقول له اد مين؟ فيو اسمها اندكس 2، قلت له اندكس 2. في حاجه اسمها لي اوت انا اشرحها النهارده، ماشي خليها لي اوت دلوقتي لحد ما نشرحها. هيبدا يرمي لي صفحه فاضيه خالص. الصفحه دي اهي، اعمل هنا اتش 1 بيج 1 اهي، ده الصفحه الاولانيه. لو انا كنت عايز الكنترولر ده اللي هو الكنترولر ده يبعت داتا للفيو دي، كنت اعملها اما فيو باك اما فيو داتا لاما مين؟ لا انا مش عايز، انا عايز يروح فاضي كده. قلت له جو تو ديفينيشن، احنا عايزين العمليه العكس بقى. انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابعت هنا داتا لاكشن عندي. علشان تروح لاكشن كذا طريقه. عشان اروح لاكشن، اكشن دي اللي هو فانكشن، عشان اكشن اللي هو دي فانكشن. علشان تروح لاكشن معينه تيجي في اليو ار ال وبتكتب الاكشن بتاعك اللي هو ده student slash index، صح؟ او student slash index 2 كده يروح لمين؟ student slash، ما عملتش ريبيلد، كنترول شيفت بي لما تغير في السي شارب لازم تعمل ايه؟ طيب رحت قلت له احفظ الايرور ده عشان تبقى عارفه، ده معناه ان انت عندك اكشن ده مش موجود. رحت قلت له ران، راح جاب لي الاكشن، جاب لي الاكشن اسمه بيج 1 1 اهو. عندك كده في مشاكل؟ طيب انا عايز اليوزر ما يكتبش في اليار الا حاجه، انا عايزه يضغط على زرار، يضغط على حاجه معينه ويودي داتا. هل اخلي اليوزر كل شويه يكتب؟ لا، قال لك انت عشان تروح لاكشن، هو الاكشن ده بيكتب ايه؟ يو ار ال. هو ايه اللي كنا بنعمله يو ار ال قبل كده؟ في حاجه في الاتش تي ام ال كده بتعمل يو ار ال اسمها مين؟ جو مثلا جوجل. كنا بنيجي هنا ونقول له ايه؟ اتش ريف. اقول له روح لمين؟ ل دبليو 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 كذا. مش ده اللي كان بيوديك لصفحه معينه وتاخد اليو ار ال؟ طب ما الصفحه بتاعتك عباره عن ايه؟ اللي بتاعتك الصفحه عايز اروح لاندكس 1 ستودنت سلاش مين؟ عندك ما ده يو ار ال صح؟ مش اليو ار ال اللي كان بيكتبه اليوزر اللي هو ده اللي هو ده كده. انا عايز اروح لدي، مش ممكن اخد اليو ار ال ده اللي هو ده كده واحطه هنا كده؟ مش ده شغال ولا لا؟ يبقى بدل ما يروح لجوجل انا خليته يروح لمين؟ على ستودنت سلاش مين؟ رحت قلت له مثلا روح على اندكس. لما رن الصفحه بتاعتي مش لازم اعمل كنترول شيفت بي لان انا بغير في مين؟
في ال HTML في الصفحة بتاعت ايه؟ اهو جاي لي جو ايه؟ اندكس. اول ما اضغط عليها هيروح لايه؟ للصفحة اللي اسمها مين؟ انت عارف عمل ايه؟ صلى على سيدنا. ارن عشان نشوف بريك بوينت. وتعالى عند اندكس ونحط بريك بوينت. فين الكنترول اسمه ستودنت؟ كنترول اسمه ستودنت اهو. هنعمل بريك بوينت عند مين؟ عند اندكس. واعمل بريك بوينت عند مين؟ اندكس 2. اليوزر طبعا هو اول مره بس عشان نكتب بايدينا، بعد كده مش هيكتب بايدينا. اول ما اضغط اندكس 2 هيروح عند مين؟ اندكس 2. اندكس 2 ما فيهاش اي حاجه. كل اللي موجود فيها اعملها ريفريش ثانيه، كل اللي موجود فيها بص ان هي بترجع ايه؟ رجعت الفيو. حلو؟ اول ما اقول له جو تو اندكس هيروح على مين؟ على اكشن اللي اسمه مين؟ اندكس. ده بيعمل ايه؟ بيروح يكلم الموديل وبيحط فيو باك اسمها اكس، وبيرجع فيو معاها لسته من مين؟ والفيو ده انت عامل فور اتش على مين؟ اهو راح جاب كل الداتا، صح؟ طب انت كنت عايز كده، كنت بص عايز تبعت داتا مع اللينك ده. عايز تبعت داتا مع مين؟ قال لك عشان تبعت داتا مع اللينك ده تيجي هنا كده في الـ في الـ في اللينك بتاعك اللي هو الاندكس 2، وبتيجي تعمل كده علامه استفهام، وتكتب كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو، وليكن اي دي، مش لازم اي دي، وليكن مثلا ماي اي دي يساوي 10. كده انا بعت ايه؟ كي اسمه مين؟ ماي اي دي اسمه 10. عارف اليو ار ال بيبقى مكتوب ايه؟ اسم الصفحه اندكس معمول علامه استفهام ماي اي دي يساوي كام؟ قال لك لو الفانكشن دي فيها بارامتر اسمه ماي اي دي يحصل بايدنج على بعض، الاثنين يجوا على بعض. يعني الفانكشن اللي انت رايح لها اسمها مين؟ لو اندكس دي بتاخد بارامتر الاثنين يحصل لهم مين؟ يعني البارامتر هيبقى قيمته 10. وفي الحاله دي تقدر ما تجيبش كل الطلبه، تقدر تجيب اللي هو اي دي كام؟ يبقى انا كده قدرت اخد من اليوزر مجرد ما اتك على الزرار الاي دي بتاع مين؟ بتاع الحاجه بتاعتي. حد اتلخبط كده لسه؟ طيب هل الفانكشن اللي هناك اللي اسمها اندكس دي بتاخد اي بارامتر؟ طب لو انا عملت لها كده انت، اوقف طبعا الابلكيشن، انت اكس كده هيحصل بايدنج؟ ده الكي اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ ما يشتغلش. لكن هو اسمه ايه؟ ماي اي دي. كده يعمل ايه؟ هيشوف الكي بنفس الكي يعمل ايه؟ طب نعمل بريك بوينت، احنا كده كده عاملين بريك بوينت وران. اليوزر هيديس اندكس وهو مش شايف حاجه اصلا، ده انا اللي كاتبها في الكود ان ايه؟ هيروح على اي دي وكان معاه 10 مثلا او معاه كذا. اعمل ريفريش. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحه بتاعتنا اسمها ايه يا شباب؟ اندكس 2. لا اندكس 2 احنا عايزين نفعل اللينك. اندكس 2، اندكس 2 كده عامل ايه؟ راح نادي في اندكس 2، جي اندكس 2 دي بترجع ايه؟ فيو فاضيه. الفيديو فيها لينك، بس اللينك ده اليوزر مش شايف اي دهات ولا شايف اي حاجه. ده انا كاتب في الكود ان اللينك كده بص، اول ما تيجي فتحت كده ستودنت سلاش اندكس كذا، حتى على فكره لما تكف عليه لينك بتلاقي اللينك اللي انت دايس عليه بيبقى فين؟ ايه اندكس على كام؟ 10. فاول ما دوس لينك كده اليوزر مش شايف حاجه، راح دوست كذا يقف على الماي اي دي كده شايله كام؟ مش انت قادر بدل ما تقول له ستودنتس تقدر تقول له كده دوت هوير، او بدل هوير ممكن في حاجه اسمها فايند، دوت فايند. لا خلينا هوير عشان نجيب حاجات اكتر. اقول له هوير عايز فانك اي دوت اي دي ستودنت اي دي
اكبر من 10، انا بس عايز اكبر من ماي اي دي، عايزه اكبر من كام؟ دوت تو ليست. عارف كده بقول له ايه؟ هات لي الناس اللي هم اكبر من كام؟ الاي دي بتاعهم اكبر من 10. فلما رن كده، طبعا الحته دي عشان تخليها تشتغل يا شباب بتيجي هنا كده على اللي هو انت قاعد وتطبق، تيجي على البروجكت نفسه، على البروجكت نفسه، وتقول له بروجكت بروبرتيز، وبتعمل حاجه اسمها كونتينيو اثناء الديباج. تيجي هنا كده تقول له بروبرتيز عشان ما يبص منك يعني فين، او هتلاقيها هنا كده في التولز، حاجه اسمها اوبشنز، حاجه اسمها ديباجر، ديباجنج، في حاجه اسمها انيبل كونتينيو، ده في الفيجوال ستوديو انيبل، اختيار من الاختيارات دي انا ما اعتقد شو تو، ما اعتقد اللي هو ده اهو انيبل اديت كونتينيو، بس مش عارف اتعلم ليه هو ده، بس هو مش عارف انا عندي واقف ليه ده. ها لا ده كده معناه ان هو انيبل الكونتينيو، يعني اعدل في الكود ولا اثناء شغال. عشان انا لا انا عايز اعدل بقى، انت لو عايز تعدل وانت بتدباج بتحوش التشيك ده او تشيل التشيك ده. كنترول اللي في 5 رن بقى. سلاش مين؟ ستودنت اندكس 2. كده راح فتح الصفحه، الصفحه ما فيهاش اي حاجه، اللينك ده واخد معاه كام؟ 10. ادي ال 10. هيفلتر الداتا بتاعتي. الداتا رجع فيها 3 بس، بدل ما كان جايب كل الداتا عملت ايه؟ وده هيدينا صلاحيه ان احنا مثلا عايزين نروح لينك مثلا الناس اللي هم اكبر من 20 سنه، فانا بعتت لينك كده اقول له ايه؟ جو تو مثلا الناس اللي اكبر من 20 سنه، الناس اللي اكبر من 50 مثلا كلينك. ده اول طريقه ان احنا نبعت داتا لمين؟ من الفيو لمين؟ كنترولر. طيب تعالى نعمل حاجه ثانيه في الفيو دي برضو اللي هي اندكس 2، خلينا في ماسكين في اندكس 2 دي، جو تو فيو. الطريقه الثانيه ان انت حضرتك عشان تنقل داتا، وده المهم بقى، عشان تنقل داتا من اليوزر للكنترولر هو الفورم، هو مين؟ وده اللي هتحتاجه كتير جدا، لان انت اليوزر عايزه يكتب، اليوزر عايزه يختار، اليوزر عايزه يسلكت، اليوزر عايزه يتشيك، اليوزر عايزه مثلا يابلود فايل، كله ده من خلال مين؟ الفورم. فالفورم عندنا بتكون فيها انبوت باختلاف النوع بتاعه، باختلاف مين؟ النوع بتاعه كالر، النوع بتاعه ديت، النوع بتاعه فايل، النوع بتاعه هيدن، النوع بتاعه ايمج، النوع، عارفين الفرق بتاع بكل نوع من ده؟ الفروقات كلها. احنا خلينا في الديفولت اللي هو مين؟ التكست. وعندنا هنا انبوت مثلا ممكن التايب بتاعه مين؟ فايل مثلا. وعندنا انبوت التايب بتاعه هيدن مش شايفه. فانا هبدا بالبسيط اللي هو مين؟ التكست. الفورمه كده ما عندهاش غير كام انبوت؟ واحد بس. الانبوت اللي انت شايفه ده مش هيودي للاكشن ولا حاجه، مش هيودي له اي حاجه. ليه؟ ببساطه شديده اي فورمه لازم يكون لها اسم انبوت، اي انبوت يكون ليه اسم، لو ملوش اسم ما يروحش. ليه؟ عارف الكي ده يا شباب لما انت بتكتب ايه؟ ماي اي دي يساوي كام؟ لو انت كتبت 10 كده من غير ما يكون لها كي، ال 10 مش هتروح للبارامتر. ببساطه شديده لازم الكي، لازم يكون فيه كي. الانبوت ده انت اعطيته انبوت اهو، لما انت تشوف شكل انبوت اليوزر يكتب ملوش كي، يعني ملوش كي امسكه هناك بيه. الكي اللي انت بتمسكه بيه لازم يكون ليه نيم، لو انت سميته نيم اسمه اكس يبقى البارامتر اللي هناك يبقى اسمه ايه؟ عشان يحصل بايدنج. طب ما استخدم لينك يا باشمهندس وخلاص، اقول لك لا، اصل الفورمه تقدر تخلي اليوزر يكتب كلام اللي هو عايزه. ثانيا ان الفورمه تقدر تبعت اكتر من داتا، يعني طب ما اللينك يقدر يبعت اكتر من داتا يا باشمهندس ازاي؟ قال لك اللينك يبعت اكتر من داتا ان انت تعمل كده اند وتكتب له ماي اي دي 2 يساوي 20، وعايز داتا ثانيه تقول له اند ماي اي دي 3 او مثلا النيم، مش لازم ماي اي دي، النيم يساوي احمد. كده قدرت ابعت اكتر من داتا، بس الداتا دي اليوزر ما بيكتبهاش، انت عايز اليوزر يكتب يبقى جوه مين؟ فورم. سميت دي اكس ورحت سميت دي واي
مسميه دي مين؟ زد. يبقى كده كام داتا رايحه؟ ثلاثه. واللينك هنا ملحوظه بسيطه بس مش اكتر، لو انت جيت تبلش الكلام ده على سيرفر الكلام ده مش هيشتغل، اللينك ده مش هيشتغل. ليه؟ لانه ببساطه شديده بيدور على سيرفر اسمه مين؟ لوكال هوست. انا عايزه يدور على السيرفر بتاعي. قال لك بص تعالى كده امسح لوكال هوست واكتب الروت، الروت بتاعك تكتب كده سلاش. لو انت عملت كده غلط كده تقول له روح على ستودنت سلاش مين، لكن لما تقول له سلاش كده روح على الروت بعد كده كنترولر اسمه ستودنت بعد كده ايه اكشن اسمه مين. لو انت سبتها كده انت عارف بتقول له ايه كده، بتقول له كمل على اللي عندك. مش فاهم حاجه يا باشمهندس، صلي على رسول الله. سيب الفورمه دلوقتي عشان الكلام ده مهم. ارن كده الصفحه بتاعتي اليو ار ال اللي قدامي ده اسمه ستودنت على مين؟ اللينك بتاعي كاتب له ايه؟ اللينك بتاعي يا شباب كاتب له ستودنت سلاش مين؟ واليو ار ال ستودنت سلاش مين؟ لا انا عايز اروح للاندكس 2، انا اسف. اروح للاندكس 2 اللي هي الفايل لينك. اللينك ده لو وقفت عليه بيقول لي روح على مين؟ على اندكس ومعاك اي ده اهو صح؟ واليو ار ال اللي مكتوب اسمه ايه؟ ستودنت سلاش مين؟ اندكس 2. شوف هيعمل ايه؟ تعال شوف كده هيكمل على القديم، يكمل على القديم. مش شايفين صح؟ انا هاخد الكابل واجيب لك اهو، هاخد لك كابل الحاجه واجيبها لك في اليو ار ال اهو، ادي اللي مكتوب اهو. اقرا كده ستودنت سلاش مين؟ ستودنت سلاش اندكس ده اللي كان مكتوب. انا اعمل لك ايه؟ ستودنت سلاش اندكس راح اكمل عليها ستودنت سلاش اندكس ثاني وراح اكمل عليها كذا. انت كده اصلا مش عايزه كده، انت عايز اصلا لا تمسح القديم وتقول له ايه ابدا من جديد. عشان تقول له ابدا من جديد بتيجي في اليو ار ال بتاعك، اليو ار ال بتاعك بدل ما تقول له ابدا من كمل تقول له ايه؟ عارف كده معناه؟ يعني ابدا من اول اسم السيرفر اهو اللي هو ده اللي هو سلاش كده اهو. شوف دي كده سلاش كده كانه بتقول له روح للروت. الروت اللي هو مين بقى؟ الروت اللي هو السلاش. واقول له ايه؟ اكتب ستودنت سلاش مين؟ اسم اندكس كده شغال. طبعا هو ضرب عشان دي محتاجه بارامتر، محتاجه مني مين؟ بارامتر. وانا ما اعطيتوش ايه البارامتر، عشان تدي له بارامتر تيجي تقول له ايه؟ علامه استفهام ماي اي دي يساوي 10. ما مش مشكله اهو، بعت له هو الفانكشن دي محتاجه كام بارامتر؟ والانت ما بيقبلش نال، ولما تبعت له نال يضرب. لو احنا عايزين يقبل النال نعمل ايه؟ نعمل علامه استفهام فين؟ جنب الاند. في الحاله دي لو في كلام غريب عن الناس يقول لي بس عشان انا واثق ان الكلام سهل. في كلام غريب؟ طيب هرن كده، لو انا ما بعتلوش اي دي هيضرب ولا مش هيضرب؟ مش هيضرب. ليه؟ لان انت جيت قلت له علامه استفهام فمعناه ان هو بيقبل نال، وانت لما ما بعتلوش هو في نال. فلما اقول له هنا سلاش اندكس 2 اهو تعالى كده تدوس على اللينك ده، او مش هكتب اللينك، يعني انا لو دوست على اللينك هياخد ال 10. انا اقول له روح على مين؟ اندكس. مش هبعت له اي اي ده اهو. اروح الاي دي بتاعي بكام؟ في نال. ضرب ولا ما ضربش؟ ما ضربش، بس هنا هيضرب بقى. هو الستودنت اي دي اكبر من مين؟ من نال. ينفع تكرر حاجه بنال؟ يبقى ده الهاند اكسبشن بقى. هاند اكسبشن تقول له ايه في الستودنت ايه في الماي اي دي لا يساوي نال، خش جوه الكود إلس شوف انت رجع له لسته فاضيه بقى. يعني المفروض لو انت هتكتب الكود صح هتقول له اف الماي اي دي لا يساوي نال خش جوه الكود إلس رجع له لسته فاضيه. حد فاهم حاجه؟ طيب كده هيضرب مني اتفضل يا اسلام. ما ضربش حتى، قال لي ماي اي دي قارن هو بيها اتفضل. هنا كده في الكود نو ده في الفيو هنا عايز تكتب ايه؟ ده هو ده اللي هنستخدمه دلوقتي اصلا، هو اللي هنعمله اصلا. بس انا حاجتين قلتهم ومش عايزين نطلع من غير ما فاهمينهم. اول حاجه ان انا بكتب اسم الكنترول سلاش اسم الاكشن وجاب لي سلاش، دي معناها ايه بقى؟ معناه ما تكملش على اليو ار ال اللي عندك، انت هتبدا من مين؟ من الجديد. البنات فاهمين؟ عشان هم الناس عملوا التاسكات وعارفين الكلام ده، حد عنده مشاكل؟ طيب تاني حاجه عايز ابعت اكتر من داتا بعمل ايه؟ علامه استفهام
واكتب ايه كيو فاليو كيو فاليو كيو فاليو لحد كده في مشاكل. النوع الثاني بقى ان انا اعمل ايه فورم، الفورم بتاعتي لا اما جيت لا اما ايه بوست. عارفين الفرق بين جيت وبوست؟ كله عارف الفرق بين جيت وبوست؟ طيب سال على سؤال الله، الفورم بتاعتي ايه؟ حاجه بسيطه اهو خالص اهو ك اتش تي ام ال، بس على السريع بالله عليكم مش عايزين نهوك فيها عشان هي سهله. هقول له هنا مثلا تيست، صفحه بسيطه خالص اتش تي ام ال اهو، انا رحت الايديتور بسيطه اهو تيست على السريع كده اهو، صفحه فاضيه خالص اهو، ده ايديتور زي نوت باد ولا اي حاجه. فورم الفورم بتاعتي جيت. طيب بص كده يا شباب، الفورم بتاعتي بيكون فيها ده كلام اتش تي ام ال ده اهو، بيكون فيها اكشن وبيكون فيها مين ميثود، باي ديفولت مش هحط حاجه. تعالى كده اعمل انبوت واعمل هنا باتون سنت، الباتون ده التايب بتاعه سبميت. مش فاهم حاجه يا باشمهندس. الله على رسول الله، تعالى للصفحه بتاعتنا دي، شايف الصفحه دي كده؟ لما اكتب كلام هنا كده ودوس سند بيروح للسيرفر ويجي، بس راح لي هنا حاجه في السيرفر لنفس الصفحه لنفس الاكشن اللي انا فيه. لا انا عايز يروح لاكشن مختلف. ايه الاكشن بتاعنا؟ عايز يروح لاكشن جوجل يعني جوجل اهو، والنت اشتغل كده مع نفسه. طيب حلو، عايز يروح لجوجل، يبقى اخد اليو ار ال بتاع مين؟ جوجل اهو، وليكن ده اتش تي ام ال اهو. افتح يا عم مش مشكله. رحت قلت له هنا كده يا شباب روح هنا لمين؟ لجوجل. رحت قلت له هنا مين؟ جوجل. ازاي اقول له روح لجوجل؟ ده عشان اخلي حاجه تروح لجوجل هو مين؟ اللينك. قال لك لا ده الفورمه بتاعتك، الفورمه بتاعتك دي تبقى شكل لينك، تقدر تخليها تريدايرك على حاجه. ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها اكشن. حاجه اسمها مين؟ اكشن. دي ده الحاجه اللي هتروح ليها مين؟ الفورم. فين اكشن؟ لو انت كتبت له جوجل كده عارف معناه ايه؟ اليوزر لما يدوس سبميت هيروح على الاكشن، يدور على الاكشن اللي هو موجود فيه. هو الفورمه دي مكتوب فيها اكشن ايه؟ جوجل. فالاكشن بتاعي هو جوجل، فلما رن الصفحه دي وادوس سبميت بدا ياخد الداتا اللي معايا دي ويروح بقى لمين؟ لجوجل. بس الاكشن اللي عند جوجل ده هو عامل النيم بتاع الانبوت بتاع الاكشن، الاكشن اللي عنده بتاخد بارامتر. هو ما رضيش يفتح ليه؟ بتاخد بارامتر، البارامتر ده لازم يكون له اسم. الاسم بتاعه انا ما اعطيتهوش، هل الانبوت ده واخد اسم؟ قال لك الانبوت بتاع جوجل اسمه كيو، وعامله كيو، كيو اختصار لكويري. عارف لو انت عملت كده يروح ياخد الكلمه اللي عندك دي ويعمل لها سيرش في جوجل. طب ليه؟ علشان انا عارف الانبوت اللي عنده هو ايه؟ او البارامتر اللي عنده اسمه مين؟ كيو، فانا سميت الانبوت بتاعه اسمه ايه؟ كيو. هو النت اشتغل الحقيقه ظبطت معاه. بس مش راضي يخش ليه؟ طيب اروح لجوجل اهو بس ما خدش داتا معاه، اروح لجوجل بس ما خدش ايه داتا معاه. لكن لو انا عملت كده فريش ودوست هنا ايه او اتش تي ام ال، سرشت على اتش تي ام ال، رحت قلت له سند، عارف يعمل ايه؟ هياخد الداتا دي ويروح للاكشن اللي اسمه جوجل ويدي له الداتا دي. انا بقى مش عندي جوجل، ده انا عندي اكشن انا عامله، يبقى انا المفروض حضرتي ان انا اعمل ايه؟ احط الاكشن بتاعي. فهمنا يعني ايه اكشن؟ اكشن دي ده هيبقى اسم الصفحه بتاعتي. طب واسم اسم الاكشن بتاعي؟ والاسم الاكشن ما ينفعش توصل له، ده اسم الاكشن بتاعك حضرتك عشان توصل له لازم تقول له ستودنت سلاش اندكس مثلا 3، اندكس 3 كده صح ولا غلط؟ كده غلط 100%. لازم تقول له ابدا من مين؟ روت. معايا يا سميه؟ يبقى كده بقول له ابدا من روت ليه؟ عشان انا مش عايزه يكمل على الروت الجديد. طيب طب انا مش عايز اروح لثلاثه، روح اكتب لي الاكشن بتاعك اكشن 5. طب الداتا اللي هتاخدها؟ جاي لك انت هيبقى عندك بارامتر اسمه كيو، وهتعمل انبوت تاني بارامتر اسمه مثلا وليكن تعالى نعملها صح نيم، وبارامتر اسمه ايج. يبقى عندي كام بارامتر هنا؟ يبقى انا المفروض هناك عندي كام بارامتر؟ 2. يبقى انا قدرت اخد من اليوزر كام حاجه؟ حاجتين، وهيتباصم وهيحصل لهم بايدنج مفيش مشكله. بس الفكره بتاعتي ان في حاجه ثانيه هنا اسمها مين؟ ميثود. الميثود دي لا اما جيت لا اما مين؟ الديفولت جيت. ايه برضه مش فاهم يا باشمهندس حاجه، بس قبل ما اخش على دي الناس فهمت يعني ايه اكشن؟ اكشن يعني اللينك اللي اروح له، اكشن يعني الميثود اللي اروح لها، اكشن يعني الصفحه اللي دايركت ليها. الميثود ايه؟ اروح لليو ار ال ده.
النيم اللي في الانبوت ده البارامتر اللي هتبقى هناك. لو انا حطيت واحد هناك كده ومفيش هناك ادرس مش هيحصل بايننج، هيروح بس مش هتستقبله هناك، مش مفيش حاجه مش هيضرب، بس هناك انت استقبلته في حاجه، فاهم حد فاهم حاجه؟ يعني انا دلوقتي لو بعت 50 اسم بس انا هناك الفانكشن بتاخد كام بارامتر؟ 2. الاثنين لو نفس بعض يتبنجوا على بعض، والباقي الاسماء اللي انت كنت عاملها على الفورمه ما راحوش اصلا. يعني النيم هنا هو ده الكي اللي بمسكه فين؟ في الباك اند. طيب هنا كده خلينا بقى، انا هخلي التالت ده عشان الراجل ده يتاكد، انا حطيت هنا نيم وهنا ايج، والاخير ده ما حطيتوش ايه؟ نيم. وتعالى نرن الصفحه بتاعتي، بس الصفحه بتاعتي دي علشان انا مش موجود على 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 الابلكيشن بتاعنا، انا رحت ابلكيشن تاني، هنعمل حاجه حلوه، دي اسمه تيست. انا هعمل اكشن بتاعي صفحه تانيه اسمها تيست 2 دوت اتش تي ام ال. حد يزعل مني في حاجه؟ انا عندي صفحه اسمها تيست وعندي صفحه اسمها مين؟ تيست 2. انا هروح اقول له ايه؟ روح على الصفحه بتاعتي اسمها مين؟ تيست 2 اتش تي ام ال، عشان انت اتش تي ام ال الاثنين جنب الاثنين جنب بعض فعادي الدنيا لذيذه يعني، ما دخلتش في ابلكيشن ولا حاجه. لما اجي افتح هنا كده كليك يمين اوبن، بص كده اي اي بي بي وهنا سي سي، هو السند. عارف الداتا بتاعتك اللي هتروح هو ايه؟ وبي بي. اما ده ليه مش هيروح؟ ببساطه شديده لان هو ملوش ايه. طب انا عايز اشوفها يا باشمهندس عشان انا اتاكد، اقول له سند، شوف اليو ار ال بتاعك اللي اتكتب، اعمل يو ار ال اهو، شايفين اليو ار ال اللي اتكتب؟ مش شايفين حاجه صح؟ طب ممكن اخد اليو ار ال ده، ياخد اليو ار ال ده كوبي واوريه لكم اهو، ادي اليو ار ال اهو، وتعالى نشوف كاتب لي ايه. النيم ايه ايه الاي جي ايه؟ امال فين يا عم التاني يا عم؟ راح فين؟ هو انت عطيته نيم؟ يبقى ما يروحش معاك اصلا. ليه ما راحش؟ ببساطه شديده لان هو ايه؟ ملوش نيم. تعالى بقى نعمل ايه؟ حاجه بسيطه تانيه، اقول له هنا مين؟ انبوت التايب بتاعي باسورد، عارفين الباسورد؟ طيب وانبوت كده بالشكل ده، واعمل هنا كده، ده هيدخل لي الباسورد وده هيدخل لي مين؟ اليوزر نيم. حلو كده؟ الاثنين دول هيروحوا معايا ولا مش هيروحوا؟ ببساطه شديده على ان هم ما لهمش ايه؟ يبقى لازم كل واحد تاخد ايه؟ نيم. اسمي ده نيم واسمي ده، هخليه يوزر نيم عشان الناس احسن تتلخبط يعني، يوزر نيم، واسمي ده مين؟ نيم باسورد. حد عنده مشاكل؟ يبقى ده النيم يوزر نيم وده ايه؟ باسورد. لو انت عملت انبوت ثالث مش هيروح، خلاص مسحته. تعالى نعمل ريفريش، لا الصفحه بتاعتنا فين؟ اهو اعمل ريفريش، ريفريش بتاعي اهو، بيقول لي هنا مين؟ نيم، هو ده اليو ار ال اللي انا كتبته بايديا، امسحه بقى عشان ما اتلخبطش. الاثنين انبوت دول يا شباب، ده واخد نيم وده واخد نيم، وادوس سند، اكتب هنا ايه ايه وهنا بي بي. انت عامل ده نوع باسورد ليه؟ علشان حضرتك اللي قاعد جنبك ما يشوفش، ده لوجن، شاشه لوجن، المفروض ما حدش يشوف. ولما ادوس سند داتا، وتعالى نشوف اللي قاعد جنبك راح صور بالموبايل اليو ار ال ده، يبقى ده سكيور ولا مش سكيور؟ ده اليوزر نيم اسمه ايه والباسورد ايه؟ طب هو شافه ليه؟ ده المفروض اخفيه. قال لك عشان الميسج بتاعتك ايه؟ المفروض الميسج بتاعتك مين؟ بوست. بوست بتعمل ايه؟ بتخفي الداتا من اليو ار ال، ما بتخليش الداتا تروح في اليو ار ال، ما بتخليش الداتا تمشي على اليو ار ال، دي بتشتغل الجيت بقى بتشتغل بشكل اللينك، اللي هو كل كلمه وكل حاجه بتكتبها في الفورمه بتروح فين؟ على اليو ار ال. فاللي قاعد جنبك يبدا يشوف ايه الداتا دي. طب امتى استخدم دي وما استخدمش دي؟ بيقول لك لو انت عندك شاشه باسورد، دي جيت ولا بوست؟ لو انت عندك مثلا داتا كريدت كارد ومش عارف ايه وحاجات فيها فلوس وماليات، دي بوست ولا جيت؟ بوست. احنا عامه عايزين ننسرت داتا مهمه، الانسرت كله هنخليه بوست، لكن واحد عايز يعمل سيرش يبقى بوست ولا جيت؟ جيت، علشان انت حتى في جوجل لما تيجي تعمل سيرش على حاجه بتلاقيه اصلا كاتب لك يو ار ال كبير، حد شاف اليو ار ال بتاع جوجل اصلا لما تيجي تعمل سيرش؟ ده جيت ولا بوست؟ جيت. ده الفرق بين الجيت والبوست، الجيت بيبعت الداتا في اليو ار ال، البوست بيبعت الداتا برضه
بس في البادي بتاع البراوزر، ما بيخليش ان اليوزر اللي شايف الداتا بتاعت يو ار ال. ده الفرق بين الجيت واي وبوست. يبقى في نوعين، ميثود اسمها جيت للفورما، وميثود اسمها مين؟ الجيت ده الفورما بتاعتي بتروح عن خلال اليو ار ال، اما البوست بتروح بس عن طريق البادي بتاع مين؟ بتاع البراوزر. يعني ايه البادي يا باشمهندس؟ يعني تعالى نخلي دي بوست، اخليها لكم بوست بعد اذنكم. لما اعمل ريفريش للصفحه بتاعتي، فين الصفحه اصلا؟ اهي، اعمل بس ريفريش اليو ار ال ده، طبعا انا اللي كاتبه بايديا عشان نشوف. اعمل ريفريش، اكتب هنا مين؟ اي وهنا في في، ادوس سند، اروح للسيرفر، اروح للصفحه اللي هي تست 2. هل فيها اي داتا؟ تعالى كده ناخدها كوبي ونشوفها، في داتا؟ مفيش، بس هي موجوده بس مش هنا، موجوده في البراوزر. لو جيت هنا على البراوزر دورت هنا في حاجه اسمها نتورك، نتورك او ابلكيشن نتورك، هتلاقيها هنا اهي، تلاقي هنا الداتا بتاعتك. فين فين؟ ما هي في النتورك برضه، هتلاقيها في الهيد داتا يو ار ال، هتلاقي حاجه اسمها بادي هنا ولا حاجه او هيدر. فين فين؟ تعال نخليها سند تاني، اهو سند تاني، واقول له ايه؟ سند، اهي الداتا بتاعتك اهي، اهي في حاجه اسمها هيدر. انزل تحت بقى، في الهيدر اهو، عايز اطلع حاجه اسمها يوزر نيم، ايه حاجه اسمها باسورد، ايه في في، ها يعني مش امينه ولا حاجه، بس ايه يعني خفناها شويه. طيب لحد كده، اصل في ناس تقول لك ايه يا باشمهندس الفرق بين الجيت والبوست؟ ان الجيت بيودي الداتا والبوست ما بيوديش الداتا. اقول له صباح الخير، الاثنين بيودوا الداتا، بس دي بتوديها عن طريق الاوريل، الثاني بيوديها عن طريق البادي بتاع مين؟ بتاع البراوزر. حد فاهم حاجه؟ ده كلام اتش تي ام ال، يعني ده كلام اتش تي ام ال اصلا. حلو، لحد كده في مشاكل؟ طيب الحمد لله. تعالى بقى نرجع للصفحه بتاعتنا البسيطه خالص اللذيذه. الصفحه بتاعتنا بتقول ان في فورم، الفورم بتاعتي انا عايز الاكشن اروح له ايه؟ الاكشن ده اكتب له ايه؟ ستودنت، الله ينور عليك، سلاش ستودنت سلاش اندكس 5 او اندكس 4. هل عندي اندكس اسمه 4 ولا لسه كريته؟ اندكس 4 ده هياخد الداتا اللي اسمها اكس والداتا اللي اسمها واي والداتا اللي اسمها زد، مجرد ما يدوس على الباتون اللي هو اسمه سند ده. الفورم بتاعتي لو انت ما كتبتش الميثود بتاعتك ايه، الديفولت بتاعك ايه؟ يعني انت لو ما كتبتش هنا الميثود جيت، فالديفولت بتاعك ايه؟ كتبت او ما كتبتش فهو ايه؟ جيت. طب لو انا عايز ابوست تبقى هنا مين؟ بوست، بس انا هخليها جيت الاول. لحد الان حدد مشاكل؟ بس احنا ما عندناش اكشن اسمه مين؟ بس انا هرن وهشوف الدنيا هتحصل ايه. هيروح يقول لي ايه؟ فين الدبل كوتيشن دي؟ حاضر حاضر، اعدلها اصلا ادام اتش تي ام ال ممكن اعدل وانا شغال مفيش مشكله. فين هو؟ اندكس 2 كلوز اول دوكيمنت فات ذس، نسيتها دي. طيب جيت اهي، هتعجبني مش هكتب خالص، هو كده كده ايه؟ جيت. حاضر. طيب بص، باي ديفولت البات لو ما كتبتش الديفولت بتاعه سبميت، حاجات لازم تبقى عارفها. التايب بتاع الباتون مين؟ سبميت. الباتون التايب بتاعه سبميت او الانبوت بتاع ده كلام اتش تي ام ال، انبوت. طيب احنا هنجيب الكورس من الاول، ده شكل مكتوب عليه الكورس كله. طيب تعال نقول الى مين؟ اليو ار ال بتاعي فين؟ اهو دي كده بتفتح الصفحه اللي اسمها اندكس 2، اندكس 2 رسم لي الصفحه صح؟ انا عايز اخد، خلي بالك انت عشان تخلي اليوزر يبعت لك داتا، انت لازم تبقى متيقن 100% ان احنا محتاجين حاجتين. اول حاجه اكشن يفتح لي الصفحه اللي هي اندكس دي، اهو بص اندكس 2 دي، مش اندكس 2 دي بتعمل ايه؟ بترجع لك الفيو اللي مرسوم فيه شكل مين؟ ال HTML، وعايز تاخد منه داتا، عملت له الفيو اهو اهو اهو، ولما ادوس سند ده يبقى في اكشن تاني. يبقى انت لو عشان تاخد داتا من اليوزر في فورما محتاج كام حاجه؟ حاجتين، واحد يفتح له الفورما والتاني يعمل ايه؟
ليه بقى بقول الكلام ده؟ لما حضرتك لما نيجي نعمل انسرت تلاقيني بعمل اتنين اكشن على طول، واحده هيفتح لي الفورمه، واحده هيروح يسيف الكلام ده فيها في تلاميذ اللي جرب يعمل سيف ولا حاجه ولا يعمل انسرت، اللي جرب يعمل التاسك لقى نفسه عمل ايه؟ فورمه يرسم فيها الديزاين وبعد كده يبعت الداتا الفورمه ثانيه. وده اللي حصل، بس انت ما خدتش بالك ان انا عشان افتح الصفحه الشكل ده كتبت اندكس 2. اندكس 2 دي بتعمل ايه؟ فتح لي فورمه، فورمه فاضيه. انت لما تكتب الداتا كده ايه دي بي وهنا سي سي ودوس هنا سي سنت، هيعمل ايه؟ انت هيروح للاندكس 4. بس احنا بالمشكله بتاعتنا ان احنا ما عندناش حاجه اسمها ايه؟ بس تعال نشوف رمى ايه في اليو ار ال. بص طبعا بيقول لك ايه؟ ان ما فيش اندكس اسمه 4 اهو، بس كتب لي في اليو ار ال. بص حضرتك اللي انت فهمته في الاتش تي ام ال اصلا، اكتب كده اليو ار ال اهو. بص اليو ار ال احطه هنا في الاتش تي ام ال اهو، شايف اليو ار ال؟ كاتب لي ايه؟ اندكس 4. المفروض اصلا ما خدتش اليو ار ال كامل، اليو ار ال الكامل كان ستودنت سلاش اندكس 4. كاتب علامه مين؟ استفهام كي اكس ايه ده؟ ده الكي يساوي الفاليو، واي يساوي اند، زد يساوي ايه ده؟ ده عمل نفس الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها في مين؟ في اليو ار ال. مش هو ده اللي كنت عايز اعمله في اليو ار ال؟ بس اليو ار ال ده كان عشان حاجه ثابته فانا كنت بكتبها بايديا، لكن دي ايه وبي بي وسي سي مين اللي كتبهم؟ يعني اليوزر ممكن يغير القيم دي ولا لا؟ يغيرها ازاي؟ ان انا ارن له الصفحه ثانيه بالشكل ده ويكتب هو اللي هو عايزه. هيكتب مثلا هنا جي جي مثلا، وبعد كده اتش اتش، وبعد كده ان ان كده. الحاجه مش ثابته، بس هو اليوزر ما لقاش الاندكس 4، بس اليو ار ال ايه اللي مكتوب فيه؟ مكتوب هنا جي اكس يساوي جي جي، والاتش يساوي مين؟ زد، والان والزد يساوي ان ان. حد فاهم حاجه؟ والمسج بتاعتي مين؟ جيت. طب لو المسج بتاعتي بوست، هل هيروح حاجه في اليو ار ال؟ بس الداتا هتروح ولا مش هتروح؟ طيب خلينا في الجيت، وتعالى نعمل الفانكشن اللي اسمها مين؟ اندكس 4. اندكس 4 دي فين؟ انا مش لسه ما كريتهاش، انا عندي اندكس 2 صح؟ رحت اكريت اندكس 4، اوقف الديباج. اهم حاجه الديباج في الام في سي، وانت بتفهم كده كل حاجه هتبقى فيها. على فكره الموضوع في الاول رهيب، ليه؟ يا عم ايه اروح من هنا واروح هنا وارجع هنا؟ بص ايه بس في البدايه، لكن ايه الناس اللي بصت للويندوز فورم قال لك يا عم ده انا بتك تحت الزرار بكتب كود على طول، مش محتاج ان انا اروح للكنترول واروح لمين؟ الاكشن. بس انت لو فهمت الكنترول بيتكلم الفيو ازاي والفيو بيتكلم الكنترول ازاي، خلاص انت عارف من هنا هتروح لفين ومن هنا هتروح لفين، ولو عايز ترجع داتا هنا هترجع، ولو عايز تودي داتا هنا ايه. بس هي اللفه دي بس في الاول هي بتاخد وقت مننا، لكن بعد كده مفيش حاجه ثانيه، هي بس اول محاضره في الام في سي وثاني محاضره. بعد كده هتلاقي نفسك انت اصلا انت عارف ان ده هيروح لاكشن الفلاني، وده عايز يرجع الفيو الفلانيه، وده عايزه تروح للاكشن الفلاني، والفيو دي والكنترولر ده عايز يرجع الفيو الفلانيه. هتلاقي نفسك انت حفظت اصلا لحد الخطوه اللي انا فيها دي. في حد سقط مني؟ كم واحد؟ مفيش ولا واحد. طيب الاكشن بتاع اسمه اندكس كام؟ 4. 4 الاكشن ده بياخد اي بارامتر؟ انا ما حطيتلوش اه، يبقى مش هتستقبل الداتا، بس ما فيش ايرور، ما حدش يقول لي في مشاكل، انت هناك عملت فورمه بس ما استقبلتهاش في ايه؟ طيب رحت قلت له انا هستقبل واحد بس سترنج، كان في واحد اسمه اكس هنا، بس مش هستقبل الواي ولا الزد. انا استقبلت كم واحد؟ واحد بس. اول ما رن الابلكيشن الاندكس 2 طبعا هو محترض عشان بيقول لي فين؟ اندكس 4 لك. طيب رن هنا، اروح لمين؟ ايش ايش اروح لمين؟ اندكس مين؟ 2. اندكس 2 دي هي المفروض اللي هتروح للاندكس 4. طبعا هي في البيج بوينت، بيج بوينت كده هيفتح لي بس الفيو الاول، يبقى اندكس 2 ده هيفتح لي فيو فاضي. الفيو فاضي ده بدات ان انا اكتب فيه ايه تعالى نسميه باسمه اكس 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 اهو، وبعد كده ده واي واي واي، وده زد زد زد، مش مسمي ده اكس ومسمي ده واي ومسمي ده زد عشان نفرق ما بينهم ده، واقول له سند. بص كده ايه فايندنج على ده؟ قال لي ده اكس. طب فين الواي؟ طب فين الزد؟ موجودين بس انت ما استقبلتهمش، يعني السيرفر دلوقتي عارف ان في حاجه اسمها اكس، وعارف ان في حاجه اسمها واي، وعارف ان في حاجه اسمها مين، بس انت ما استقبلتهمش. فرحت وقلت له طب كده تمام؟ قال لي تمام. هنا كده انت بتقول له ايه؟
ريتيرن فيو، الفيو هيدور على فيو اسمها مين؟ وانا ما عنديش اندكس ايه؟ فهيجي لي الايرور المشهور اللي انتوا شفتوه المره اللي فاتت، يقول لي انا فضلت ادور في ستودنت على اندكس 4 كذا 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 ما لقيتوش. احنا مش عايزين نرد على اندكس 4، انا ما عنديش اندكس 4. فقال لك في حاجه هنا كده تقدر تخليه يرجع لاكشن. ايه يرجع لاكشن ده يا باشمهندس؟ يعني انا مش عايزه يرجع فيو، انا عايزه يروح ينفذ اكشن ثاني. يعني ازاي كده؟ قال لك ريتيرن، في حاجه اسمها ريتيرن ريدايركت تو اكشن. الاكشن عايز يروحه، انا عايز يروح يفتح الصفحه اللي انا كتبت فيها ثاني. ايه ليه اسمها ايه دلوقتي؟ عارف اندكس الكود ده يا شباب؟ ريدايركت تو اكشن دي كده انت بتقول له ايه؟ ما ترجعليش فيو، ده انت بعد ما تخلص روح نفذ اكشن ثاني. عارف اكنك عملت ايه كده؟ بالظبط بالظبط اللي انت فكرت فيه. عامل كومنت اكنك عملت كده لليوزر، وكمان انت اللي ضغطت له، مش عارف يعمل كومنت ليه، اكن عملت له كده بالظبط بالظبط كده، وكمان اليوزر مش هيضغط. href يساوي student slash index 2 بالظبط اللي حصل كده، بس اليوزر ما ضغطش. يعني هو في الران تايم كده اكنك انت اللي ضغطت لليوزر كده على student slash main index 2، فيروح لمين؟ هيروح يغير اليو ار ال بتاعه لاند لستودنت على مين؟ اندكس 2. بس اليوزر مش هيضغط حاجه، ده عملتها كودنج از كودنج. فاهم حاجه؟ دي حاسمه ريدايركت تو ايه؟ طب يا باشمهندس طب فين ستودنت؟ كاتب لي اندكس 2 ومال فين ستودنت؟ قال لك صلى على رسول الله، الفانكشن اللي اسمها ريدايركت تو اكشن دي فانكشن، مين اللي عرفني؟ شكلها، وهي اكستنشن ميثود عشان شكل مين؟ السهم ده. رحت فتحت قوسين لقيتها بتاخد 6 اوفر رايت، 6 ايه؟ اوفر رايت. اول واحد بيقول لي string action name، يعني اديني اسم مين؟ بس بشرط الاكشن يكون معايا في الكنترولر. بشرط ان الاكشن يكون معايا في ايه؟ يعني لو عندي كنترولر تاني اسمه الامبلوي مش هيشوفه. هنا كده بيشترط معاك ان الاكشن بتاعك يكون في ايه؟ طب هنا الاكشن معايا في الكنترولر مش موجود؟ اه. طب لو مش معايا في الكنترولر؟ قال لك بص ولا تزعل، انا عامل لك فانكشن ثانيه اوفرلود ثاني. بيقول لي ايه؟ اسم الاكشن وبارامتر ثاني اسم ايه؟ يعني ايه بالظبط ده يا باشمهندس؟ يعني مثلا الاكشن بتاعنا موجود في الكنترولر الثاني اسمه اندكس مثلا 2، بس هو مش موجود معايا هنا، ده في كنترولر ايه؟ ثاني. الكنترولر الثاني مثلا اسمه هوم، يبقى حضرتك تكتب اسم كلمه مين؟ هوم في البارامتر الثاني ده. حد فاهم حاجه؟ يبقى ريدايركت تو اكشن بتديها اسم اكشن، لا اما تديها اسم اكشن على طول بين دبل كوتيشن، بس في الحاله دي مستني منك اكشن في نفس ايه؟ لو في كنترولر تاني بتقول له اسم الاكشن والبرامتر التاني مين؟ بص في ناس بتبدا تتلخبط تقول ايه، هو الكنترولر الاول ولا الاكشن الاول؟ هو مايكروسوفت مش سايبك اصلا، هو عامل لك ايه؟ ادي الهنت بتاعك اهو سترنج اكشن. اول ما تروح تاني واحده بيقول لك ايه؟ اول بارامتر ايه؟ اكشن نيم، تاني بارامتر كنترول نيم. يعني انت مش محتاج تحفظ اصلا. خلاص؟ حد عنده مشاكل في كده؟ انا عايز يروح لنفس الاكشن، هروح اقول له ايه؟ اندكس 2. طب لو عملت كده صح ولا غلط؟ ده انا كده اكدت له، قلت له روح على ستيونت 2 في الكنترولر بتاعي اصلا، هو الكنترولر اسمه ايه؟ يعني ايه اصلا انا اكدت له؟ يعني مش محتاج اصلا، يعني مش في الكنترولر الثاني شغاله ومش شغاله. تعال الرن الابلكيشن بتاعنا، لحد الان الموضوع بسيط ان شاء الله. ماشي، اندكس 2، اندكس 2 هيفتح لي الصفحه، هيفتح لي الصفحه بتاعتي، فتح لي اهو. بعد كده اقول له ايه ايه بي بي، بعد كده اي اي، اقول له سند. مين اللي جاي معايا؟ اي اي. رحت قلت له كذا، شوف هيعمل ايه يا شباب؟ اعمل بريك بوينت على اندكس 2، هو معمول اهو. عارف يعمل ايه؟ بص مش هيروح يرجع لك فيو، ده راح فين؟ هو كانك ضغطت ورحت لاندكس 2، فراح نفذ اندكس 2 عشان يجيب لك ايه؟ الصفحه من جديد، فتح لك الصفحه، فض الداتا. طب فض الداتا ليه؟ حضرتك مش هيشتغل زي الويب فورم يروح بالداتا ويرجع، هو بيرجع بايه؟ بفاض. حد عنده مشاكل في كده؟ لحد الان في مشاكل؟ طيب احنا بقى عايزين نسيف الداتا دي، اقول له هنا احمد، اكتب له هنا علي، اكتب له هنا ابراهيم، او مثلا الايش بتاعه كذا، و
وادوس سند يحفظ الداتا في جدول ستودنت، صح؟ عايزين نعمل كده. قال لك طب ما تسميهم نيم كونفنشن عشان ما تتلخبطش. يعني نيم كونفنشن يعني بدل ما انت مسميهم اكس اقول له هنا مين؟ النيم. وبدل ما تسمي ده كده اسميه مين؟ ايج. ايج. وبدل ما تسمي ده تخلي اي اسم يعني، بس احنا بنسمي نيم كونفنشن. وبدل ما نسمي ده سميه مثلا ادرس. ايه؟ الكابيتال غير السمول. يعني مش جافا سكريبت، ده جافا سكريبت كده. ده مش سيكوال. السيكوال هو اللي الكابيتال زي السمول، مش مشكله. اي لغه برمجه الكابيتال غير السمول مع بعض اللغات البرمجه. غلط، مش هيعمل بايننج. النيم ده لو عملوا هناك نيم سمول مفيش بايننج. بس صلى على سلام، انت اي انبوت لازم يكون ايه؟ ليبل. ليه الليبل ده؟ بعرف اليوزر هيكتبها هنا وهنا هيكتب مين؟ الادرس. صلى على سلام، هيحصل بايننج لاي حاجه من ده كله؟ ولا نيم ولا ايج ولا ايه؟ ليه بقى؟ لان ببساطه شديده الان اللي تحتك دي بتستقبل منك مين؟ اكس. لكن انا اروح اقول له مين؟ نيم. لو انت عملت كده بس انت هتستقبل كام واحد؟ لكن لو رحت عملت كده string int بقى age، بعد كده string string ايه كان هناك اسمه ايه؟ address. طب لو زودت كده من عندي، جودت يعني انا string مثلا هيحط بنال، مش هيضرب، هيحط بنال، مش حاسس ما يضرب. انت كده ما بعتلوش حاجه فخلاص يضرب. باي ديفولت السترنج بياخد حاجه اسمها مين؟ نال. عارف لو انت انت يضرب، عشان هو انت لازم تعمل له ايه؟ نالبل. تعالى كده، كده معايا الداتا ولا لا؟ عايز احفظ الداتا دي، احفظها ازاي؟ احفظ ازاي؟ اخد نسخه من الداتا بيز، انا واخدها من المره اللي فاتت اصلا، فاكرينها؟ دي بي. عارف لما اجي اختار هنا ستودنت اس يساوي نيو ستودنت، عايز احفظ، اقول له اس دوت ايج، الايج يساوي مين؟ الايج اللي جاي. بعد كده اس دوت الادرس يساوي مين؟ الادرس. بعد كده اس دوت النيم يساوي النيم اللي جاي. لحد الان حد عنده مشاكل كده؟ محتاج بس اقول له دي بي دوت ستودنت دوت مين؟ دوت اد الاول، وفي الاخر اقول له مين؟ شايف الكود اللي انت كتبته ده؟ هنخليه سطر كود دلوقتي. ده كده اللي انت كتبته، بس انا بشرح لك اللي انت فاهمه. هنخليه سطر كود واحد بس، سطر كده يروح يسيف الكلام ده. بس دلوقتي خلينا في البسيط. لحد كده في مشاكل؟ طيب تعال رن الابلكيشن بتاعنا ونفتح السيكوال بتاعنا عشان نتاكد ان هو ايه. هنا نحتاج التيمب داتا بقى. التيمب داتا محتاجينها بقى. حد عارف الفرق بين التيمب داتا والفيو ده فيو باك؟ تتشاف اكتر من فيو في نفس الكنترولر. ما تتشافش بره الكنترولر ابدا. ده اللي بيتشاف بره الكنترولر حاجه اسمها سيشن، لو عايز حد عايز يسيرش عليها، حاجه اسمها سيشن وحاجه اسمها كوكيز. لا بره كذا اكشن في نفس الكنترولر، بره الكنترولر لا. طيب تعال نكمل كده. احنا شغالين على تيست 50 50 صح؟ تعال عشان نختلف في المسميات يعني. طيب انا عندي اخر حد اتضاف ساره، الا لو انا اشتغلت على الداتابيز دي مع حد تاني. ده مفيش ساره خالص اصلا، ده مساحه الاسماء اسراء وساره بس ده كم. لا اصل انا شغال عليها هناك برضو في القاهره. طيب اخر واحد مكتوب اس اس اهو. طيب تعالى نحفظ بقى الداتا بتاعتنا. رن المفروض بقى يجي بقى انت اصلا انت تشيك على النيم، ما اليوزر بقى جيكويري بقى او جيكويري فاليديشن تخلي اليوزر ما ينفعش يكتب هنا غير ارقام وهنا غير هنا حروف. يعني مثلا وليكن انتوا في ال HTML بتخلي الانبوت بتاعك نمبر، ما ينفعش يكتب ايه؟ سترينج، فهكذا. هو واقف على البريك بوينت بس الاول. البريك بوينت دي بتعمل ايه يا شباب؟ ده كده بس عشان اعرف ان انا لازم ارجع مين؟ فيو. كده رجعت الفيو. انا لما اكتب داتا هنا ايه والايج هنا 44 والادرس هنا كايرو، لما ادوس سيف الصفحه دي لما اللي فتحها مين؟ اكشن. لما ادوس سيف هيروح لمين؟ اكشن تاني. عشان نعمل سيف في الداتابيز محتاجين كام اكشن؟
واحد يفتح الفيو الابديت، اقول لك عشان نعمل ابديت محتاج تو اكشن. الديليت اقول لك مش محتاجين غير اكشن واحد بس، لان انا مش عايز شات اكتر من واحد بس. فبس خلينا في الانسرت، الانسرت عشان يعمل لازم ايه؟ تو. واحد يفتح لي الديزاين، واحد يسيف مين؟ طب رحت قلت له ايه؟ سنت. هروح فين دلوقتي؟ النيم معايا بـ AA والايج ب 44، تعال نرد بريك بوينت. بس انا اللي عايز اسال عليه اللي انا اخترعتها دي تي دي بايه دي؟ ما عندك انبوت اسمه تي؟ فبنال ما استخدمتوش اصلا، رحت رنيت الاس 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 الاس، الكلام ده مش غريب عليك اصلا. رحت قلت له ايه؟ كده سيف تشينجز. بس انا عايز اقول له بقى تم الحفظ بنجاح بقى، يعني ايه حفظنا بقى، اقول له ايه؟ عايزين نقول له تم الحفظ. هو عارف حاجه حفظت كده لازم اليوزر ايه يجي له رساله كده ان حاجه اتحفظت. اه هو فعلا سلام عليكم وتمام والدنيا حلوه زي الفل وسيف اهو، بس اليوزر فهم حاجه ايه ايه و44 وكذا. احنا عايزين اليوزر يقول له ايه؟ طب انا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارجع داتا من الكنترولر ده بتاع المره اللي فاتت ده، نعمله ازاي ده؟ من الكنترول اللي فيو ارجعه ازاي ده؟ انتوا قلتوا فيو باك صح؟ خلينا اللي انتوا عارفينه فيو باك دوت مثلا مسج ام اس جي يساوي هنقول له ايه؟ دان دان او الرساله بتاعتك. لحد كده في مشكل؟ الفيو باك دي ما بتتش السكوب بتاعها، السكوب بتاعها الفيو باك والفيو داتا اهو، والفيو داتا بالمره فيو داتا فيو داتا، بس الفيو داتا بتتكتب بشكل الديكشنري كيو فاليو، اقول له ام اس جي اهو ودن. الفيو داتا والفيو باك السكوب بتاعهم على مستوى الاكشن والفيو بتاع الاكشن. يعني ايه مش فاهم حاجه؟ يعني الاكشن ده اسمه ايه؟ اندكس 4. الاكشن بتاعه الفيو بتاعه اسمه ايه؟ لو انت هترجع اندكس 4 لاندكس 4 يشوفوا بعض المستوى بتاع الفيو باك والداتا دي على نفس مين؟ الاكشن ونفس الفيو، يبقى الاثنين دول ينفعوا ولا لا؟ مش هينفعوا لهدف بسيط خالص. لو انت مش هتقول له ريتيرن الصفحه دي، بس هتعمل حركه حلوه بقى تقول له بص اد فيو واسمها اندكس كام؟ هتعمل اندكس 4، وتاني هنا اندكس 4 دي تقول له اد المسج اهي، احطها كده بتكتبها ازاي؟ ات دوت فيو، مش هنكتب ليه؟ فيو باك دوت ام اس جي كده شغال. بس في الحاله دي بدل ما تقول له ريدايركت تو اكشن، ده انت المره دي هتقول له ايه؟ ريتيرن مين؟ انت عملت له فيو بس علشان تقول له سيف ايه؟ سيف تشينجز او دان. تعرف ان كده شغاله مفيش مشكله، انت كده خليته يروح على الفيو 4 وتعمل له زرار كده اسمه باك، يعني باك ارجع بقى للسيف بقى لو انت عايز ترجع. فين بقى الصفحه بتاعتنا؟ student slash index كده يفتح لي الديزاين. بعد ما فتحت الديزاين AA 44، بس تعالى نخليها 55 بقى. بعد كده نقول له ايه؟ ادرس كايرو، اقول له سند كده هيسيف. بعد ما يسيف يا شباب اعمل ايه؟ انا مخليه يروح فين؟ الفيو دي اسمها لازم يكون اندكس علشان حضرتك انت جاي له فاضي، فيروح وياخد معاه المسج الفيو باك اللي اسمها مين؟ وانت هناك طبعها زي الفل مفيش مشكله. وزرار هنا تاني لينك كده اسمه باك مثلا، باك بعمل لينك هنا باك يرجع لي على مين بقى؟ لو انا عملت باك هنا مثلا في اندكس 2 ده، فين هو الاندكس 4 اللي انا ضفته ده؟ المفروض اعمل ايه؟ لينك، عارفين اللينك؟ اقول له ايه؟ جو باك. حتى لو حد اشتغل على اي موقع مثلا تلاقيه ايه؟ جو باك. بعد ما تعمل حاجه يقول لك ايه؟ جو باك. اللينك بتاعي يبقى ايه بقى؟ اتش لاف، اقول له ايه؟ سلاش. ليه بقى؟ عشان يبدا من مين؟ ستودنت سلاش اندكس 2 اللي بتضيف صح؟ مش اندكس 2 اللي بتضيف؟ اندكس 2. ففي الحاله دي ادام انا بكتب كود اتش تي ام ال مش محتاج ان انا اعمل ايه؟ اهو مش محتاج ان انا اوقف باك اهو حافظ، اقول له ايه؟ جو باك. طبعا جو باك ده عشان اعمل لي ايه؟ عمل لي بريك بوينت، فتح لي مين؟ الفورم. ابدا اضيف تاني ار ار بالشكل ده وابدا ايه؟ شغال، اقول له سنت يبدا يحفظ. بس انا مش عايز ريدايركت على مين؟ على فيو عشان اقول له دان. انا عايز يرجع لنفس الصفحه يقول لي ايه؟ تم الحفظ. فقال لك بدل ما تقول له ريتيرن فيو قول له ريدايركت مين؟
يعني بدل ما تخليه يروح على صفحة تانية، خليه يروح على مين؟ على الصفحة اللي هو كان فاتحها، اللي هو الديزاين، اللي هو اسمها اندكس مين؟ بس انا عايز ابعت مسج. قال لك ما انت مرجع فيو باك. قال لك الفيو باك دي ما تتشافش. لو نيجي نطبعها، تعال نطبعها عشان برضو الناس تتأكد، تعال نطبعها ونحطها اسمها مين؟ فيو مسج اهي، ونحطها هنا، حطها في اي حتة اهي، يعني فوق الفورم اهو، حطها في اتش 1 واقول له هنا مين؟ ات بالشكل ده. تعالى لازم اعمل كنترول شيفت بي، نشتغل بكنترول شيفت بي. خلاص احنا عرفنا البيج بوينت بيروح فين ويجي منين والكلام ده كله. كنترول اف 5 لما تكون واقف على الاكشن، دي ملحوظه لازم تبقى عارفها برضو، لما تكون واقف على الفيو، لما تكون واقف على الفيو وترن الابلكيشن، بيروح يكتب لك اسم الاكشن، اسم الكنترول سلاش اسم الاكشن اللي الفيو دي جايبها منه. ما فهمتش حاجه يا باشمهندس. يعني انت فاتح الفيو دي دلوقتي اندكس 2، يروح يفتح لك دي، بس ما يفتحهاش، ما يكتبش اندكس 2 على طول، لا هي جايه منين؟ جايه من كنترول اسمه ستودنت، يروح يفتحها على طول. اقول له كنترول اف 5، اروح جايب ايه؟ بالشكل ده. احنا قلنا احنا هنعمل ايه؟ ايه؟ اقول له هنا الايج 66 بقى او 88، الادرس كذا، اقول له مين؟ سند. اروح سيف وجه. فين الرساله اللي ظهرت؟ ما جاتش. فقال لك اصلا الفيو باك والفيو داتا ما بتشافش غير على مستوى مين؟ اكشن. قال لك اعمل لهم كومنت، وما تستخدم مين يا عمي؟ حاجه اسمها مين؟ تمب داتا. فين تمب داتا دي؟ انا اللي كتبته بايديا نفس الاكشن. لا الاكشن ده اسمه ايه؟ اندكس 4. وانت بتقول له دايركت على مين؟ هل الاثنين زي بعض كده؟ لا ده انا بقول له بص، بعد ما تسيف، بعد ما يسيف هروح فين؟ هل ده هو ده؟ طيب هل ده هو الريترن بتاع الفيو ده؟ لان الريترن فيو هترجع لك ايه؟ الاثنين زي بعض ولا لا؟ يبقى الفيو باك والفيو ده هيتشاف ولا لا؟ طب لما انا اقول له اندكس 4 بعد ما تسيف هتروح على مين؟ طب هل الاثنين زي بعض؟ ده 4 ودي 2، فرق 2 اهو. خلاص؟ طيب يبقى مين اللي هيكمل معانا؟ طيب التيم بايه؟ التيم بداتا. التيم بداتا بتكتب بشكل الدكشنري. شكل الدكشنري، ايه شكل الدكشنري ده؟ افتح قوسين واقول له ام اس جي، ده الكي بتاعي، يساوي دن. شكل الدكشنري يا شباب اللي هو ده، شكل الديناميك اللي هو تقول له فيو باك دوت، لكن ده شكل مين؟ ده كده متشاف على اي اكشن جوه الكنترولر، شاف على اي اكشن جوه الكنترولر. اما لو انت عايزه تخليها تتشاف على جميع الاكشن، هقول لك نعمل اوفر رايت تتشاف التيم بداتا على جميع الاكشن اللي موجوده في كل الكنترولر، اللي هي السؤال اللي كانت بتقوله الباشمهندسه. فالتيم بداتا لحد الوقت اللي احنا عارفينه ان هي بتتشاف على كل ايه؟ الاكشن الموجوده في الكنترولر. فرحت قلت له ايه؟ انا هطبع بدل دي كده، هطبع مين؟ كده تتشاف ولا لا؟ تعال نجرب. كنترول شيفت بي. ليه كنترول شيفت بي؟ عشان غيرت في مين؟ في السي شارب. كنترول اف 5 عشان ارن الابلكيشن. هكتب هنا مين؟ دبليو 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 الاتش 55 الادرس بي بي، اقول له مين؟ سنت. قال لي دان زي الفل. في شكل جميل كده. انت بقى معاك البوت ستراب، الدن دي لما تيجي تروح تقول للبوت ستراب والله كلاساتك اللي هي اسمها مثلا اليرت، والاليرت بتاعنا بياخد كلاس اسمه اليرت داش برايمري او سكسس، بحيث ان هي تبقى شكلها معقول شويه كده. راحت فين؟ حفظتش. ايه ريفريش، اقول له مين؟ اتش، اقول له ايه؟ قال لي ايه؟ دن. خلاص المفروض انت بقى بعمل حاجتين، مسج مثلا لما يتم الحفظ وحافظ، والله لما يكون الرساله بتاعتي تم الحفظ الكلاس يبقى دينجر، الكلاس يبقى سكسس، والكلاس يبقى ايه؟ دينجر. دي كلها حاجات في البوتستراب بتريحك وبتدي شكل كويس. حد كده في مشاكل؟ حد عنده مشاكل كده؟ طيب دي كده حفظنا. بس بالله عليك اسالك سؤال منطقي واكيد انت عارف كده، لو انا عندي الفورمه دي فيها 20 انبوت، يبقى محتاج تعمل كام بارامتر للفانكشن؟ طب وده معقول يا شباب؟ قال لك تعمل حاجه بقى بسيطه جدا،
لم البارامترز دي كلها في فيو موديل. قلت تاني كده، لم البارامتر دي كلها في فيو موديل، يعني اعمل كلاس كده بسيط وحط فيه بروبرتي اسمها نيم، وبروبرتي اسمها ايج، وبروبرتي اسمها ايج، وبروبرتي اسمها ادرس. ولو انت خدت منه نسخه هنا يبقى الكلاس ده الاوبجكت ده فيه كام بروبرتي؟ ثلاثه، والثلاثه دول فيها نيم وفيها ادرس وكذا. انت عملت كام بارامتر كده؟ لا، ما انا خلاص همسح دول اهو. بص همسح دول كلهم امسحهم عشان ما اعملش 20 بارامتر، واعمل بيه بارامتر ايه بس من كلاس انا اعمله، بس الكلاس ده يكون فيه البروبرتي بتاع مين؟ بتاع الثلاثه ده. يقول لك البروبرتي دي اللي هم الثلاثه دول شغالين. طب مش فاهم حاجه يا باشمهندس، اقول لك تعال نطبق وانت تفهم. انا دلوقتي بدل ما اعمل، انا دلوقتي عامل كام بارامتر؟ 1 2 3. طب لو الفورمه فيها 20 انبوت هتضطر تعمل كام بارامتر؟ 20. طب ايه رايك لو عملت كده؟ امسح البارامترز دي كلها، او تعالى كده عشان برضو لو الناس هتاخد البتاع ده وتذاكره. بص كده اعمل ده كده كومنت كومنت، عشان احنا كنا كاتبين كده الاول اهو كومنت. شوف البارامتر دي كلها انت كنت عامل ايه، نيم وايج وادرس. سيبك من التي ده التي ده كنا بنتست بيه صح، وممكن يبقى الفورمه بتاعتك اصلا فيها السي في، فيها الـ مثلا تاريخ ميلادك، فيها كذا فيها كذا، فيها 20 انبوس. تعمل 20 ايه؟ مش معقول صح؟ فقال لك تعالى اعمل هنا كلاس. انت تعرف ان الكلاس تعمله في اي مكان، مش 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 بنتكلم مع الكلاس بالفايل، احنا بنتكلم معاه لوجيك صح ولا ايه؟ يعني ممكن اجي هنا كده في النيم سبيس ده واعمل كلاس. حد محترف معايا في حياته؟ عادي ده كلاس، اقول له بابليك عشان اشوفه كلاس اسمه اكس. حد يحترم معايا في حياته؟ اقول له هنا هو في ايه؟ بروبرتي، البروبرتي اللي كانت فوق عايزها اسمها ايه؟ كانت ايج. وكان في بروبرتي ثانيه اسمها مين؟ كان عايزين اسمه ايه؟ نيم. كلاس انا اللي اخترعته بعد كده ماشي. بروبرتي كان اسمه ايه ثاني؟ ادرس. كده ده سترينج وده سترينج، ده الموديل بقى، ده موديل، ده بنسميه موديل بقى، ده سترينج وده انت وده انج. دلوقتي الكلاس اللي اسمه اكس ده لو انت جيت هنا كده بص بقى وخدت منه اوبجكت، انا بدل ما انت واخد كام بارامتر؟ قال لك بس خد اوبجكت منه اكس. ده مثلا ده ماي موديل، اي حاجه انا مسميته اي حاجه يعني. اكس ماي موديل ده لو انت وقفت عليه كده يبقى فيه ثلاثه بروبرتي اللي هو النيم ومين؟ والايج والادرس. قال لك هنا طبعا محترض ليه؟ عشان ما فيش حاجه اسمها ايج. لكن هنا كده لو انا قلت له ماي موديل ديت الاقي ايه؟ قلت له خد الايج، وهنا ماي موديل دوت الادرس. طب وده ماي موديل دوت ده مين عايز مين ده؟ اني كده انت تعبت في حاجه؟ طب يا باشمهندس الداتا هتشتغل؟ يعني الموديل ده هيبقى فيه نيم وايج وادرس؟ تعال نشوف، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. احنا بس ايه؟ اخترعنا ان احنا بدل ما نعمل 50 بارامتر ولا 20 بارامتر اخترعنا ان احنا نعمل ايه؟ كلاس، وناخد اوبجكت من الكلاس ده. قلت لي هيشتغل معاك، هقول لك تعال نجرب ونشوف مع بعض. اعمل هنا مين؟ ستودنت مين؟ اندكس. فتح لي مين؟ الاندكس. قال لكم فاكرين ان دي اس اس، ده 55، ده يو يو، قيس له سنت. تعالى كده اقف على الموديل ده. قال لي ايه؟ ماي موديل اتملى بالداتا. اقف على ماي موديل ده كده بيقول لي الايتش ب 55 والنيم في اس اس. الادرس ده ما جاش ليه؟ الادرس ده كاتبه هناك اسمه غلط واسم هنا صح ليه؟ يعني الاسم هناك لو الاسم ده غير ده ما يشتغلش. يعني تعالى نشوف المشكله. ادرس دي واحده، وانا هنا عامله كام دي؟ في الفيو عامله 2 دي. طيب انا اول الصح بتاعه ايه؟ 2 دي صح؟ ادرس ايه دي واحده صح؟ يبقى احنا نعدل في فيو فيو كده شباب، ما حصلش بانج. عشان ايه؟ عشان الاسم هنا غلط. بس كونتينيو كده هو يحفظ من غير اسم دلوقتي مش مشكله خليه. جالي دان. تعال نقول له هنا ميز اي اي، ونقول له هنا الايج 99 والادرس ام ام، هقول له ايه؟ سن. اقف على الماي موديل ده كده. قال لي ام 99 وهنا مين؟ ايه. قال لي ببساطه شديده انت لو شغال انت تفهم ورك انت مش محتاج الاكس. حد عارف ليه؟ هو الايج والنيم والادرس دي موجودين فين؟
كلاس اسمه ستودنت. هل انت محتاج تروح تعمل كلاس؟ قال لك لو انت عايز تتعب نفسك وتعمل كلاس اسمه اكس وتحط في الحاجات دي كلها از اوكي، لكن انت اصلا عندك كلاس اسمه ايه؟ لو انت خليت ده ستودنت شغاله ولا مش شغاله؟ ما الستودنت ده اصلا اهو كده، الستودنت ده اصلا اسميه اي اسم يعني اس. الستودنت ده اصلا في كده جو تو ديفينيشن، فين جو تو ديفينيشن دي؟ اهو في ايه الستودنت ده؟ في ستودنت نيم وفي مين؟ وفي مين؟ بس الانبوتس بتاعتك اللي في الفورمه لازم تبقى باسمها نفس ايه؟ يعني ده يبقى اسمه ايه في الفورمه؟ وده اسمه ايه؟ وده يبقى اسمه ايه؟ طب ليه عملت كده؟ عشان ما اقعدش اعمل كلاسات، ما انا الكلاسات بتاع اللي انت في موقع ده فين؟ مش موجوده؟ بدل ما اعمل كلاسات استخدم مين؟ اللي عندي. بس لما تشتغل اللي عندك يبقى الانبوت اللي عندك تمشي بنفس المبدا ان هي تكون بنفس مين؟ النيم. على ايه؟ هنا كده مش هيحصل بايندنج غير الايج واحد بس والادرس. حد عارف ليه؟ لان ببساطه شديده الانبوت اللي في الفورمه هو اسمه نيم. فمش هينفع، يبقى المفروض ده يبقى في الفورمه بتاعتي اسمه ايه؟ اهو فين الستودنت نيم؟ اه نتعب ان احنا نكتبه بس مش مشكله، تعرف ان احنا قدام اصلا مش هنكتبه؟ هتلاقي نفسنا اصلا هنلاقي الموضوع يعني بقى سهل. يعني بصوا كنا في الاول بنعمل 20 بارامتر، بدانا احنا نسهل الدنيا هو بارامتر واحد، بعد كده بص هنخلي السيف يحصل من غير ما يحصل اي حاجه اصلا، يعني اوص سيف يا عم، اي سيف مع نفسه. طيب لحد كده في مشاكل؟ كده اي بايندنج ولا مش اي بايندنج؟ وده اي بايندنج ولا مش اي بايندنج؟ وده اي بايندنج فين ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك اصل انت واخد اوبجكت من مين؟ من كلاس اسمه ايه؟ ستودنت كده شايل ايه؟ طب هو محترض ليه يا باشمهندس؟ عشان انت ده اسمه ايه؟ اس. تعال نسميه ماي موديل، مش هيفرق معانا في حاجه الاسم، يعني ده اي اسم. ماي موديل دوت ايه شغال؟ ماي موديل دوت ادرس ده غلط، اسمه ماي موديل دوت ايه؟ طب وده محترض ليه؟ اسمه ستودنت نيم. حد كده ببساطه شديده في مشاكل؟ طيب هقول لك على حاجه، انت قدام انت مش محتاج السطرين دول كده، بس بعد ما سيف بس هنعمل لهم كومنت. هقول لك ليه، يعني انا مش محتاج الثلاث سطور دول كده، بس تعال نجرب كده. انت كده فاهم لحد دلوقتي صح؟ لحد كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ تعال نسيف كنترول شيفت بي عشان عملت كود ايه؟ تغيير. وتعالى نعمل بريك بوينت المره دي. فين ده؟ دي غلط؟ في الفيو في الاتش تي ام ال غلط؟ معلش انا اسف. طيب كده الاثنين صح، كل الثلاثه صح كده ولا لا؟ طيب يا شباب لو انا الستودنت ده عايز ادخله البيرث ديت هنا كده، الجندر عايز ادخله الجندر، يبقى المفروض عندي انبوت هنا كده صح في الاندكس 2 كده صح؟ يبقى المفروض هنا مين؟ انبوت، بس النيم بتاعي لازم يكون ايه؟ جندر. انا مش هجرب دلوقتي بالجندر، بس ايه انتوا عارفين لو انا عايز ازود انا معايا اصلا ايه؟ معايا الحاجات بتاعتي. ارن كده، ارن، تعالى ارن ده يفتح الفيو مش مشكله. تعالى نقول له هنا مين؟ ايه ايه. بعد كده اقول له هنا مين؟ ايه 44 والادرس ايه ايه برضه. اقول له هنا مين؟ تعالى نخلي هنا كلمه ادرس، ادرس نسميه كايرو مثلا عشان الناس كايرو، وهنا احمد عشان بس ابقى عارفين، والايج 444. وتعالى نقول له سنت، اقف على الستودنت كده اللي هو ماي موديل يعني، بص كده بيقول لي بص الايج 44، البيرس ديت نال، مش عارف ده بنال ده بنال، ليه بنال؟ عشان ما ضفناهمش. والستودنت اي دي بيا بزيرو، بس الاسم بيا باحمد والادرس بكايرو والايج بكام؟ رحت قلت له كونتينيو كونتينيو كونتينيو، راح قال لي اد. انت هنا بعد ما دوست اد هنا كده وعملت سيف تشينجز، لو بصيت على الاي دي تلاقي الاي دي بكام؟ باخر اي دي نزل، وده اللي هو انا محتاجه عشان اعمل له سيف في حاجه ثانيه، اللي هو اللي انتوا عملتوه التاسك اللي عملتوه، انا عايز الستودنت ده احفظه واحفظ الكورسات بتاعته، يبقى محتاج الاي دي ده، بس لازم تسيف مين؟ الستودنت. لحد كده مشكله؟ يبقى قلت له ايه؟ كونتينيو كده، راح قال لي ايه؟ دن. طيب بالله عليك الكود ده في اي مشاكل بالنسبه لك؟ سهل جدا. اقول لك بص، مش انت معاك ستودنت؟ مش ده ستودنت في الداتا؟ مش ممكن تعمل كده. بص بص كومنت دول، ده كومنت ده، طب كومنت ليه يا باشمهندس؟ اصل ده انت عملت نسخه من ستودنت ومليت الستودنت بالداتا، مش الماي موديل ده اصلا هو ستودنت مليان بالداتا،
حد فاهم حاجه؟ يعني اصلا انت كنت بتعمل ده ليه؟ احنا ببساطه جديده كنا بنعمل ده ليه؟ عشان اعمل نسخه جديده من الستودنت واملى النسخه دي بالداتا. اقول لك اصلا انت معاك نسخه من الستودنت مع الداتا. فرحت قلت لك ايه؟ البنت مش محتاج مين؟ ده عامل له كومنت اقول له دي بي دوت ستودنت ضيف مين؟ كده شغال ولا مش شغال؟ وده فايده ان انا استخدم الانتي فريم ورك. عارف لو انت عامل ده الاكس، لو ده انت عامل الاكس انت لازم تشتغل بالطريقه دي، لان الاكس هو نسخه من الكلاس اللي انت عامله، ما ينفعش تضيف للستودنت نوع اسمه ايه؟ اكس. لكن ده انت بتضيف ايه؟ تهتي مني؟ تهتي من بدري كمان لما طلعتي بره. طب حد تعب مني تاني؟ كلكم؟ طيب الموضوع سهل وبسيط ما تقلقش، تابع معايا بعد الفقره دي، هنخش على حاجه جديده ملهاش علاقه باللي انا قلته. طيب كده السيف خد مني كام وقت؟ خد وقت كتير، بس لما تيجي تسيف انت بقى مش هياخد ربع الوقت ده، لان انت مش عايز حد يشرح لك، لان انت عشان تعمل سيف كل اللي هتعمله هتعمل اتنين اكشن. اهو بص تيجي تعمل اتنين اكشن اهو احمد 44، بعد كده ادرس اف اف سنت الداتا بتاعتي. بص ماي موديل ده مليان بايه؟ بالداتا. خلاص هو يروح يسيفها ويرجع لي ايه؟ سيف سكسسفول وبالسلامه بالشكل ده. حد عنده مشاكل في كده في السيف؟